وديها المؤتمر خلانا نخلص من القرف ده يا جدعان. دي مش انا قرف، انت قرف. هجيبك من شعر. بقول لك ايه، انا مراريه دماغك، ابيع اختي مش هبيعها، انسى الموضوع، شيله شيله كده من دماغك يا بنتي. والله ما حدش هيعرف حاجه. بقول لك ايه، مهما اتكلمت ده اختي يا حبيبي، انت بتتكلم في ايه؟ ابيعها يا بنتي؟ الفكره هقول لك حاجه، صلي على النبي. واحده صاحبتي دي اختي، هبيع اختي؟ ابتهال. الموضوع سهل والله العظيم، ومحدش هيعرف، اقسم بالله ما حد هيعرف. يا بابا مش مسألة بيني وبينك، مش بس مسألة حد يعرف او ما يعرفش، مسألة دي اختي، اختي لحمي ودمي. ابيعها؟ ابيعها عشان ايه يعني؟ عشان 200 جنيه. اديك ال 200 جنيه. هات ال 200 جنيه. اتفضلي كده بس، عشان ايه؟ فكي خد صميم وامسك انت كده. هو التين؟ لا تين ايه، ما هو اصلا في تين، عشان كده اديك 200 جنيه. خير وبركه. نعمل ايه؟ بص صلي على النبي. احنا دلوقتي هنروح نجيبها، هي عندها مؤتمر، احنا عايزين نكرهها في لبسها. شايفه ثقه ايه المليون اللي عندها دي؟ احنا عايزين نخليها مليون تحت الصفر. بس كده شغلتي الشغله. بص عايزين نخليها تتجنن، نشككها في نفسها، عايزين نخليها بص تقول لي انا هخش اغير هدومي. بس كده من العين دي قبل العين دي. لكل عيله ابتهال. طبعا كلكم بتشتكوا من ابتهال، ان هي ما بتسمعش الكلام، ما بتنفذ لكمش اي طلب، كل حاجه لا 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 لا. جبت لكم النهارده الحل بتاعها، زنقتوا في اي حاجه، طلعوا 50 كان مش عارف ايه ده ودلعها. قدامكم ثلاث حلول، اختاروا حاجه منهم المناسب ليكم اعملوه. اول حاجه لو في تين شوكي بتيجي بالتين الشوكي، في بلح اللي هو الاصفر بتيجي بالبلح الاصفر، مفيش الاثنين. خلاص انت كده طلعت كل اسراري. مفيش الاثنين، كان مش 50 وهتمشي الدنيا. انا عشان الموضوع كبير اديتها 200 جنيه، عشان كده لو تلاحظوا ما كترتش بعديها، عرفت ان في 200 خلاص الفلوس عمتها. بس ايه رايك، احلى حاجه فيها الثبات على المبدا، مع يعني عندي مبدا مبقاش اختي. مبقاش اختي انا، حتى لو ب 150 ماشي. عارف الخلاصه، بقول لك جبت ثالث اتفضلي خلاص. لكن مع سواق تاكسي والله. بص يا جدعان دلوقتي هروح لايه، ليا والله العظيم الله اكبر عليها، يعني ربنا يا رب يحفظها. عندها ثقتها في نفسها، مش كشكل بس، ولا هي ما شاء الله الله اكبر عليها، عندها ثقه وكده ورزينه وعقله، فاهمين حاجه؟ بس احنا هندمر الثقه دي النهارده. النهارده فهنشوف النهارده هتعمل ايه. هل هنقدر النهارده نهز ثقتها في نفسها، ولا هيبقى مجرد كلام، هيبقى المقلب نيله، ولا ليها اي 30 لازمه ومش هننزله اصلا. بس قبل ما نبدا الفيديو كده، بعد اذنكم الناس اللي مقصره معانا، اللي مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل الجرس، دوس لايك على الفيديو بسرعه بسرعه بسرعه، ويلا بينا نبدا الفيديو. الناس اللي مش متابعانا على الانستجرام ومش عارفين المسابقات اللي احنا بنعملها، احنا كل فيديو بنعمل مسابقات وبنكسب الناس فلوس على فودافون كاش، حاجات رمزيه بس بنحاول ايه نفرحهم زي ما هم بيفرحونا. اكتر ناس بتعمل كومنتات، واكتر ناس بتعمل لايكات، واكتر ناس يعني متفاعله معانا كده في كل الفيديوهات ومتفرجه على الفيديو كله، بنختار ناس عشوائيه كده قدامكم في الستوري هناك او في اللايف. كل واحد ورزقه، اللي يكسب 300، اللي يكسب 400، اللي يكسب 500، اللي يكسب 1000، كل واحد ورزقه. لو ما كسبتش الفيديو ده هتكسب الفيديو اللي بعديه، بس كده كده اجباري هتكسب. دلوقتي ايه هتطلع وربنا يستر، تفرغ علينا ام لا اله الا الله. لا 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 اتقل اتقل عليا وشوف اللي هيحصل فيها، خصوصا ايه بقى وانتوا بتهتموا بموضوع الريحه دي جدا، تقول لها ريحتك وحشه والله العظيم اقسم بالله. ايه باين ايه بتسرق مصروف البيت وبتجيب برفانات اصلا، يعني اقل برفانه ايه بتجيب والله كده بتجيب برفانات 1000 جنيه. اعيط بسالها اقول لها دي تركيب 7000 جنيه، انا لو اللي انا حرقت دمها قلت لها تركيب ما كانتش تقول لي السعر اصلا. انا ساعتها عرفت فلوسي بتروح فين. اقعدي ورا تعالي في دلوقتي تعالي. عاملة ايه يا زوقة؟ انت ما لبستيش ليه؟ ما لبستيش؟ امال ايه؟ امال ايه اللي انا لابسه ده؟ ايوه ما لبستيش لبس المؤتمر ليه بقى؟ انت شيك وتلبسي حاجة كويسة؟ انت لسه هتروحي تلبسي يعني ولا ايه؟ مش شيك؟ انت بتهزري؟ لسه هتروحي تلبسي؟ مش حلو؟ انت بتهزري ولا ايه؟ كلامه بجد. الطقم مش الوردة دي كلها مش حلوة؟ وردة ايه؟ وردة ايه وانت رايحة مؤتمر؟ انت بتهزري؟ رايحة مؤتمر ايه؟ يعني قولي لي ان انت بتهزري مش هتمشي كده. يعني قول مثلا رايحين نجيب مثلا اول حضانه، بعد كده هتشوفي هتعملي ايه. دي حاجه موضه جدا وحلوه قوي. موضه بس مش ماشيه مع المؤتمر خالص. هما في المؤتمرات بيلبسوا عادي يا جماعه، جواكت عليها ورد، ايه المشكله؟ بس حاجه كلاسيك يعني، انت كده كده كاجوال قوي. المنظر يا ايه كده كاجوال؟ المنظر مش حلو خالص. بتتكلم بجد كده كاجوال؟ انا صراحه ما رضيتش اكسفك وانت جايه، بس المنظر مش لطيف بصراحه. بس انت طبعا انت بالنسبه لك عادي خلاص، ما فيش مشكله. انا بتتكلمي بجد يعني ده مش كلاسيك؟ تروحي تلعبي بيه مع هرماس كده، لكن تروحي مؤتمر. هروح يا بتال العب مع هرمس بورده ده إيه؟ انا بص لابس يعني لابس تيشرت، ويعني بص البنت لابسه اخضر وشكلها اشيك منك مش انت بجد تهزري يا نمر. انتوا حاجه، انتوا لابسين كاجوال عادي خارجين، انا لابسه كلاسيك. ده قميص حضرتك مش متناسقه، الوانك يعني اسود مع جراي مع اسود جوه الجراي مع ابيض مع شنطه، ده مش متناسق. لا طبعا صعبه ايه، انا ما بغلطش في الالوان بقى، فما تقوليش مش متناسق، مستحيل يبقى مش متناسق يا بنتي. وحتى حتى الميك اب السلبيه، حتى الميك اب بتاعك جريء قوي على المشوار ده يعني. صافي
العظيم يا رب. ايه كم السلبيه اللي جواكم ده يا جماعه؟ في ايه؟ يعني ما افتكرتك الشريك بتاعي، انت عارفه ال... يا جماعه انا حسيت النهارده ان شكلي احلى من المعتاد. انت حطيتي برفان قبل ما تنزلي؟ طبعا بحط، بس لازم تبقى الريحه هاديه، يعني ما حدش يشميني، ده حرام. بس شاور قبل ما تنزلي؟ اخدت شاور وانا عمري خرجت من غير شاور؟ في حاجه يعني؟ في حاجه؟ لا انا بتكلم يا بنت، انا مش انا بتكلم في لبسك بس، لكن المره دي لان عارفه سبراي ولا حاجه ترش في العربيه؟ لا اسكت بقى، بس اقعد عشان ما تحرجهاش بقى. في حاجة غلط في كونتريت مي. ايه؟ انتوا بتعملوا مقلب؟ مقلب ايه؟ بجد يا بنت احنا بنقول ده لمصلحتك. مقلب ايه؟ أول حاجة انتوا بتعملوا مقلب. مقلب ايه؟ مش فاهم مقلب ايه؟ أبقى بقولك بتكلم فعلا يا بنت، احنا عايزينك تطلعي في أصل ده مش كلاسيك وده وحش والألوان مش متناسقة. انتوا بتعملوا مقلب. مقلب ايه يا بنت؟ مقلب. فين في مقلب أنا؟ ايه ده باين قوي ان احنا بنعمل مقلب؟ اصل مستحيل. عماله تتكلمي في الريحه ليه؟ هي عمرها ما هتيجي عند الريحه. انا عارف انا عمال اقول لك اسكتي اسكتي اسكتي. انا قلت هتزود معايا في الريحه يا دي النيله. انت عارفش ان هو مقلب ازاي بتاع؟ ما هو ساب ام الريحه ريحه ايه؟ انت جايب هو في الاول انا قلت مستحيل حد يكون بلا يسامحك اللي ما عندكيش ذنب. الطبقات السلبيه دي عن حد مستحيل. يعني احنا حتى لو كل دي ده انا نميت الكلمه وخلاص، سيبها تغلي مع نفسها، انت بوسط الدنيا. استغفر الله العظيم. شكرا 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 شكرا. وما تعملش مقلب فيا تاني. يلا اتفضل، اخرتني، اتفضل اطلع. شكرا 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 ليكي. بوظت المقلب. انا مالي انا انا عايزه بس اسالك سؤال. ما انت بتتفقي مع نمر عليا انا؟ ايه المشكله؟ ما انت ما اتفقتي عليا مع نمر. والله عارف بقى بتجنن. طب يعني عارفه انت عندك جماعه عمال اقول لك اسكتي، انا قلت لك 100 مره طلع احمد صور مقلب وفي حاجه، وابدا اشاور لك كده اسكتي 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 اسكتي، وابدا ان انا اقطعك الكلام عشان تسكتي. القروبه دي هتقفش الموضوع كان زمان. الصراحه ما انت خايبه قوي، باين قوي يعني انه مقلب، فلازم اقفشكم. طب وانت خايبتك دي ما حصلتش يعني عارفه؟ لو كنت اتكلمت معاها في اي حاجه ثانيه غير ريحتها كانت هتبقى مصدقه. لما اتكلمنا في اللبس كانت مصدقه، اتكلمنا في اي حاجه كانت مصدقه. جينا عند الريحه انا عمال اقول لك اسكتي، مش بالطريقه دي، مش بالطريقه. انت باختار صح بعد كده لما تيجي تعمل مقالب، ما تعملش مقالب على مراتك. والله فعلا والله. تعمل ايه النهارده في المؤتمر بتاعك ده؟ هروح بالظبط ساعتين وبعدها نطلع. يا ريت يا نمر معلش بس نجيب كشري النهارده. ماشي. كشري ايه؟ كشري. مش اكل في المين؟ كشري. ملوخيه وعامله شوربه. ما ناكل لحم زي الفل. بس انت ايه اللي خلاك تشترك مع الخايبه دي؟ خايبه؟ اه اخيب خلق الله. بتشتركي معاه؟ طب انت حبيبتي انا اشتركت معاه وانا كنت بقول لك حاجه وباخد الموضوع بس بضحك. في ايه؟ باخد الموضوع بضحك وبهزار. استنى خلينا نشوف اللوكيشن بقى بتاع المكان بتاعك ده. ده المكان حاسم بتاع الاوفر اللي انت فيه ده. سهل اروح والله. ما في اللي عملتي فيه مقلب. انا كنت يعني مقلب ريحتك وحشه في اختك. طب ما تعملي في حد تاني. كنت تعملي فيه هو لما يتفق معاكي على مقلب، ما تتفقيش معاه، ما ترضيش. طب وانت بتتفقي معاه على مقلب عليا ليه؟ ولا واحد قال عليكي وحرام عليا؟ ايه يا حبيبتي ما تاخدي الموضوع بروح رياضيه؟ ما انت ما عملتي فيها 500 مقلب قبل كده. لا مش هاخده بروح رياضيه. وما تزوديش في الكلام. هو مكان في التجمع فين؟ في الكلام. بطل اخي خبيت دماغك واسكتوا. المكان في التجمع يعني. انا عملت فيها مقلب؟ انا كنت بقعد اتضايق واعمل بالعكس، بقعد اضحك واهزر. والله يا نمر انت مستفز قوي. يعني جاي تستفزني انت وهي في مقلب هبل زي ده وانا خارجه؟ ما انت ما عملتي فيها حاجات زي كده. كنت بتضايق انا ولا بعمل اي حاجه؟ عادي بقعد اضحك وهزر وباخد الموضوع بروح رياضيه. لا ما تاخديهوش بروح رياضيه بعد كده. ولا ما تعمليش فيه اي مقلب تاني. اعمل وبراحتي يا حبيبتي. ماما خلاص اهدوا استهدوا بالله، احنا بنهزر. ماشي اتفضل. يلا اطلع انت كمان. يلا اتفضل. لا بص بظهر ايديكي في وش على طول. يعني بظهر ايديكي في وش غطيني بقى. يعني بظهر ايديكي في وش. لا بجد يومين ثلاثه عامله فيها دي. انت تستفزوني عادي واختي تتفق مع جوزي عليا انا؟ ايه المشكله يا حبيبتي؟ ايه المشكله يا ماما؟ في ايه؟ انت حسين انا ضربتك بالنار. حسين انا ضربتها بالنار. ما وعيد المقلب كامل عيط. ما عندكيش دم يعني. يا ريت حتى ما نفعناش فيه ونتضايق ومتعصب. كلمة عن نفسك كده ما فيهاش خالص. عشان بقول لك ريحتي ماشي. انت بتعلي صوتك برضه. انا واخده بالي انك بتعلي صوتك برضه. معلي صوتي براحتي. ايه المشكله يا حبيبتي؟ معلي صوتي براحتي. حته في ايه؟ احنا مش عارفين نمشي. جرأت اختي عليا. انت إيه؟ جرأت اختي؟ هو اللي جرأني عليكي؟ اه. يعني ايه جرأت اختي؟ عايزه ايه؟ يعني بقت عماله هت تعلي صوتها، تهزق، تزعق عادي. يا حبيبتي ليه واخده الموضوع بعصبيه كده؟ مش فاهم. كده يعني ايه ريحتك وحشه؟ ايه المشكله لما اقول لك ريحتك وحشه؟ بهزار يعني. وانا لا ما تهزريش في الحاجات دي، وانا ما بحبش الهزار التقيل ده. اهزر براحتي. طب ما انت ايه ما عملتي فيها الحاجات دي؟ انا عمري ما اقول لك ريحتك وحشه ولا الكلام الفاضي ده. وبهزار والحاجه جميله. انا مش هتكلم. انا شكلي بظهر ايدي في وشك. نعم يا حبيبتي. اه بس بس ايه في ايه؟ ضرب ايدي وضرب مين؟
بس يا واد ايه اللي زرنا ولا عمي ولا في كده لسه عايزه دروس ومش قادر اصلا. استغربه ان انت مجنونه بالشكل ده. احنا عشان بنهزر معاكي وبنعمل معاكي مقلب. واحده تعبانه وخالعه دروسها وحالتها حاله وعندها مؤتمر تيجوا تزهقوا ليه يا حبيبتي؟ انت عملتي انتوا ندابين اسكتوا بقى، احنا بنهزر في ايه؟ انا عمري ما عملت فيكي مقلب زي ده. عمري شربتيني ميه الحمام وميه مش عارفه ايه. لا انا شربته هو، عمري ما شربت كده ميه الحمام برضه. عمري ما بعمل فيكي مقالب. ريحتك وحشه، ريحتك مش عارفه ايه. واحد من دي دي لما النمر وديها المؤتمر خلانا نخلص من القرف ده يا جدع. عندي انا قرف. انت قرف والله. ايه الهبل ده؟ قرف ده مش خناقه، ده كرتون. انا عارفه انت ما ترد. انا بتفرج على كرتون. يعني ايه تقول عليا قرف؟ اسكت يا وانا بشويه بقى. بقى ايه بقى بالله عليك بقى؟ قرب مصر معاكي وبنعمل معاكي مقلب. شكلك هتتجابي من شعرك بقى. بكلمك بجد. هجيبك من شعرك اهو اهو اهو. طب انت بنت ولا ايه؟ استني بقى، انت عملت ايه؟ انت بجرينا بنت انت وهي؟ حاجه بقى يا هبل. انت ضربتي يا عبيط بتضحكي؟ ضربت ايه؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ مجنونه شويه. واخد بالي انتوا عبط ولا ايه؟ انتوا جايين شاربين حاجه؟ انت اتضربت وبتضحكي؟ انت عبيط يا بنت؟ هو انا كده اتضربت؟ اتضربت ايه؟ انت جبتك من دماغك. انت جبت دي منين؟ انت كنت لابسه ايه؟ انت كنت لابسه دي ولا دي؟ هو انت عملت ايه؟ لحد دلوقتي مصدوم. خليني افهمك واحده واحده. انت اتفقت مع ابتهال ان انت تعمل فيا مقلب، صح ولا مش صح؟ ابتهال بعتت لي على الواتس قالت لي ايه تديني 400 جنيه واقر واعترف بكل حاجه. قلت لها مش عايزه 400، ده انا هديكي 1000. قالت لي بصراحه نمر عايز يعمل فيكي مقلب لسيف زياد. قلت لها طب نعمل احنا فيه مقلب ان احنا بنتخانق. شفت حقاره كتير ما شفتش زي دي بجد. يا جماعه ما بعش اختي ابدا. ما بعيش اختك؟ ماشي. لو كنت لو انت كسبت 600 جنيه في الموضوع ده في مقلب لم 600 جنيه. قول لي حاجه والله، دي انصح واحده فينا دي في مقلب لم 600 جنيه. مش محتاجه شغل هي الفتره دي. كده 600 جنيه بتاع عليك. لو عوزت اشاركك في اي مقلب قولي لي. حاضر. انا مش مقلب عليا مره ثانيه لو سمحت. يعني خليك كده، خليك في الخانه الصغيره بتاعتك دي. ماشي. ويلا باي باي. Thank you.